الاجواء ديال الامتحان؟ كانت مزيانه، كان الامتحان في موسانا اول كلشي في موسانا. الدروس اللي تخطط لكم يعني؟ هو الدروس اللي في المقرر اللي قال اللي حنا كنا احرار، المهم المقرر هو هذاك الدروس اللي قرا اللي راجعناهم هما هذوك اللي كانوا كاين. شويه ما بين وبين. الحراسه الحراسه داروا اللي عليهم. الحراسه تحياتي لك. هادشي اللي كاين. واش نقول لك خويا، دوزنا الامتحان كان عادي بسيط سهل، كلشي دوزنا سهل، الفرنسي سهل، الطب الاسلامية سهلة. الحراسة أدت الخدمة ديالها. هذاك صافي هادشي اللي عندي اخويا. ما ساهل ما والو، هادشي هذا اللي عطاونا. ما عارف من جابوها اخايا في الرجل. كي دوزت الامتحان خويا الحبيب جيت عند واحد الاستاذ هو هذا يقول لك دير نزمت. لا والله الا انا حرصتني واحد الاستاذ الا في السيره بالله. التربيه الاسلاميه اخويا سمطونا. انا منبر تحياتي لك استاذ. الامتحان والله الا كان سهل خصك تكون غير حافظ القران الكريم وتكون عارف شويه ديال التربيه سميتها هو هذا. لا السيره النبويه عليها ثلاثه النقاط والقران عليه ثلاثه النقاط ما حافظينهمش ولكن جاوبنا. الحراسه بالنسبه للحراسه اللي جاتكم لو كنت ما سوقيش في الحراسه. لو كنت حافظ ما سوقكش في الحراسه فهمت. الحراسه مسكين ضيعوا في سميتو ضيعوا في المصعب الدراسي ديال دار البيت قريطة. كنا جدو هذاك الاستاذ يعفو عليه استاذ دريف. والله الا استاذ دريف قراني ذاك الاستاذ فهمت. حنا كنا حافظين زين كتبنا هذاك الشيء كلشي في المتناول. الله يسهل على الجامع. الله يسهل على الجامع مزيان كان في المتناول يعني امتحان في المتناول فهمتي. حنا اللي ما حافظينش شي ما حافظينش. نعم الحمد لله باك خديته في 2022 دابا كنعاودو نجدو الباك. خديت باك في اس في تي دابا تن باغي ناخد باك في العلوم الانسانيه. الحمد لله دازت الفرنسي دوزناها مزيان. التربيه الاسلاميه هي كانت سهله واخا تكون موجد غير شويه ثقافه عامه غتجيب المعدل ديالك. الحراسه الاساتذه كيتعاملوا الاساتذه كنعرفوهم وكلشي داز مزيان. بالنسبه للتربيه الاسلاميه خويا راه الزميط ما كاينش النقيل كاع. مشاو ثلاثه دابا مشاو ثلاثه بالتقرير بقاو فيا صاحبي كيبكي وداك الشيء. رساله للاساتذه غير تسالوا الله يرحم الوالدين تسالوا راه الباك خدينا راه غير محطوط ما عندنا ما درنا به حتى شي لعبه. والباك الثاني حنا كنجربوا وحدنا وان شاء الله كلشي غينجح شويه ديال الخدمه والاساتذه تسالوا معنا الله يسهل عليكم. كيفاش كانت المجريات ديال الامتحان؟ والحمد لله الاجواء مرات الامتحانات مرات بواحد الاجواء اللي هي عاديه جدا. المعظم ديال المترشحين كانوا الحمد لله جاهزين لهذه المحطه. وحتى بالنسبه للحالات ديال الغش او مثلا هكا المشاكل اللي وقعت مع ما بين المترشحين او المراقبين ولا اللجنه المنظمه ديال الامتحان وداك الشيء الحمد لله كانت الامور مزيانه بخير الله يوفق الجميع. الرساله اللي بغينا نوصلوا لهاد المترشحين الاحرار هو انه راه دائما فاش ندوز واحد الماده نخوي راسي منها ونركز على الماده اللي ماجيه. راه شي مرات مثلا المترشح كيدوز الماده الاولى او الماده الثانيه ما كيدوزهمش مزيان ولكن من بعد كيسالي كيدوز ديك جوج مواد توالا مزيان كيجي فيهم 18 ولا 17 وكيصدق محقق المعدل ممتاز. نتمنى التوفيق للجميع. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.